سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، شكرا سيد النائب على طرح هذا السؤال. من أجل تجاوز الإكراهات التي تتعرفها مقاولة النقل الطرقي وبعد جواحد الجولات من المشاورات مع المهنيين، تم الاتفاق على تحديد الأولويات التي من شأنها أن ترفع من تنافسيات المقاولة النقلية. وفي هذا الصدد قامت الوزارة باتخاذ واحد مجموعة من الإجراءات والتدابير، منها تخصيص ديال 250 مليون ديال الدرهم لتجديد الحظيرة، مواصلة مجانية التكوين للسائقين المهنيين بتكلفة 100 مليون ديال الدرهم، انطلاق استفادة المهنيين من الحماية الاجتماعية ونظام المعاشات، وأيضا مواصلة العمل على تبسيط ورقمنة المساطير الإدارية. من جهة أخرى تتشتغل لجان تقنية مختلطة تتكون من مصالح الوزارة والمهنيين على تحديد إجراءات عملية أخرى وبرمجتها. على سبيل المثال بالنسبة للنقل الطرقي البضائع، تتعمل الوزارة حاليا على تفعيل الأوراش الإصلاحية التالية: أولا صياغة تصور شامل لحل إشكالية الحمولة، ثانيا تحديد شروط الولوج إلى المهنة، ثالثا التعريفة المرجعية لأثمنة النقل، رابعا دراسة موضوع مقايسة أسعار المحروقات وأثمنة النقل، وخامسا العمل على إصلاح بيان الشحن ورقمنته. أما فيما يخص زيادة في ثمن المحروقات، فإن الدعم المخصص للمهنيين بلغ 1.4 مليار درهم من خلال 3 عمليات، واستفاد منه أكثر من 90% من المستهدفين، وتدرس الحكومة إمكانية الرفع من قيمة هذا الدعم. كما تنكب الوزارة على دراسة الحلول المقترحة من طرف المهنيين فيما يخص الأنماط الأخرى. وشكراً.